أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقديره لانعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ الذي يوفر فرصة للحوار مع الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى في العالم. وخلال مشاركته في الاجتماع أكد شكري على تطلعه إلى أن يساهم المنتدى في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياسات مختلف قطاعاتها الاقتصادية على نحو يعزز من فعالية الجهود الدولية في مجال تغير المناخ، مشيرا إلى ما حققته الدورة 26 للمؤتمر بغلاسكو من نجاح وزخم على صعيد الجهود الدولية في مجال المناخ.